اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات ادوات القياس للتطوير المهني. الفيديو النهارده مش هيتكلم عن الاداه بحد ذاتها، لكن هيتكلم عن رحله كامله للارشاد المهني. خلينا نشوف في المقطع ده عن الرحله اللي بنتكلم عنها، وبعدين نرجع نتكلم عن تفاصيل اكتر عن ازاي نستفيد من الرحله دي. قد سالت نفسك بيوم اذا كانت مهنتك الحاليه مناسبه لك؟ هل ينتابك شعور بعدم الرضا عن وظيفتك؟ او هل انت طالب ثانويه تحتاج مساعده في اختيار تخصصك الجامعي؟ هل تبي تعرف عن نفسك أكثر؟ هل تبحث عن شغفك وهدفك في الحياة؟ ببساطة، الإرشاد المهني هو طريقة تساعدك على فهم نفسك والخيارات المهنية الملائمة لك. المهنة جزء كبير من حياتنا، معظم الأشخاص يقضون ساعات طويلة من اليوم في مهنتهم. تشير الأبحاث أن الأشخاص الراضين عن حياتهم المهنية يعيشون حياة أكثر سعادة، وهذه غايتنا في سدرة، مساعدتك على الوصول إلى السعادة وتحقيق الذات من خلال الإرشاد المهني. في سدرة بناخذك في رحلة للتعرف على ذاتك والغوص في أعماقها حتى تلقى مهنتك وشغفك وهدفك. عشان كذا اخترنا القيام بذلك عن طريق سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة، ممكن تحتاج إلى استشارة مهنية، لكن مقاطع الفيديو الخاصة فينا تفاعلية وتتضمن تدريبات ومهام. راح تاخذك مقاطع الفيديو في رحلة من ثلاث مراحل أساسية: معرفة الذات، اكتشاف الشغف، وتحديد الهدف. وستندرج مجموعة من الفيديوهات تحت كل مرحلة. في النهاية ستحصل على مصفوفة أو جدول يحتوي على خياراتك المهنية وشغفك وهدفك. هل أنت جاهز؟ رحلتك تبدأ الآن. زي ما حضراتكم شفتوا في المقطع اللي فات، احنا مش بنتكلم عن أداة بحد ذاتها، لكن بنتكلم عن رحلة كاملة مقسمة إلى عدة مراحل. من خلال منصة سدرة بيعيش المسترشد الرحلة كاملة مع المرشد بتاعه، وبيمر على كل المراحل اللي احنا شفناها في المقطع طبعا بتفاصيل اكتر. هيتم الاعلان عن بداية العمل بمنصة سدرة في المؤتمر العربي الاول للتطوير المهني اللي هيتم تنفيذه ان شاء الله في اسوان يوم 27 فبراير. فكل اللي محتاج يعرف معلومات اكتر ياريت تشرفونا في المؤتمر وتشوفوا اللقاء اللي هيتم تنفيذه للحديث عن سدرة، اللي هيتم من بعديها على طول ان شاء الله بداية الاطلاق لمنصة سدرة للارشاد المهني اللي تساعد المستفيدين ان هم يمروا على كل المراحل اللي شفتوا حضراتكم معلومات عنها في المقطع اللي فات الى ان يصل الى السعادة المهنية، وهي ده يعني ده الهدف الاساسي من وراء منصة سدرة للارشاد المهني. ان شاء الله نستمتع مع حضراتكم بالحديث عن سدرة في المؤتمر، ونشوف ازاي نقدر نستفيد من منصة سدرة للارشاد المهني. انتظرونا.